الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بالخير وكل عام وأنتم بخير. إنه من دواعي سروري أن أشارك في السنة الثانية على التوالي في مؤتمر كنسان، حيث تكون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كل التقدير لجمعية التنمية التكنولوجية والبشرية على جهودها المبذولة في دعم وتعزيز مجال التعليم والتعلم الإلكتروني في وطننا العربي. كما يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لكي أنقل إليكم جميعا تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، وتمنياتي الطيبة بنجاح أعمال هذا المؤتمر وأن يحقق الأهداف الموجودة فيه. ويسرني أيضا أن ألقي هذا الكلمة بجدان أعمال مؤتمركم الدولي التاسع التعليم الإلكتروني الذي يهدف إلى الارتقاء بالأساليب والأدوات والتقنيات التي تعمل على تحسين أداء المعلم ورفع جودة المقابلة الإلكتروني وتطوير الإدارة الإلكترونية في سبيل تحقيق التميز في العملية التعليمية. سيداتي والسادة الحضور الكريم، يأتي هذا المؤتمر في سياق تعزيز الشراكة والتواصل بين جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني التي من ضمنها جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية التي استمرت على مدى 9 أعوام في طرح قضايا تنسجم والحراك التربوي نحو البحث عن الأدوات التي من شأنها تحسين جودة التعليم وما يبذل من جهود في مجال استخدام تقنية المعلومات والاتصال في العملية التعليمية التعلمية وصولا لدعم عملية التنمية الشاملة. وجامعة الدول العربية تحرص كل الحرص على استمرار التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها الفاعل بالنهوض بالمستوى العلمي لأبناء وطننا العربي، ونحن نفخر اليوم بالوقوف إلى جانبكم في هذا المؤتمر إيمانا منا بأهمية التعليم الإلكتروني في بناء الأجيال القادمة، لنساهم معكم في دعم إقامة هذه المبادرات والسعي لتعميمها في أوساط مجتمعاتنا العربية لما لها من آثار إيجابية في مد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية الحكومية منها والخاصة في الوطن العربي. سيداتي والسادة الحضور الكريم، إن خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي صدر بشأنها قرار في القمة العربية بدمشق عام 2008 قد أولت استخدام تقنية المعلومات والاتصال بأشكالها المختلفة بأهمية بالغة إدراكا لدورها الفاعل في تحقيق جودة التعليم وتحسين جوانبه النوعية المتعددة بوصفها أحد المكونات الرئيسية في المنظومة التربوية والتعليمية وأداة مؤثرة لأي عملية تطوير في العملية التعليمية وبخاصة في ظل الثورة المعرفية والتقنية بأبعادها وآلياتها ومظاهرها وما توجده من تغييرات مسارعة في شتى مجالات الحياة، وإن المحاور التي يركز عليها المؤتمر تنسجم انسجاما كبيرا مع توجهات خطة تطوير التعليم في هذا المجال. ولكن نلتمس اليوم بعض القضايا التي نشعر وإياكم بضرورة البحث بها ومحاولة طرح آلية لبدائل أفضل، وهي قضايا تتعلق بدور المعلم وتحسين أدائه في ظل تقنية المعلومات والاتصال من أجل تحسين التحصيل الدراسي لدى الطلبة. كما لا بد أن يخلص هذا المؤتمر بإجابة واضحة ومحددة عن مدى تطبيق التعليم الإلكتروني وما هي الإمكانيات وما هو دور الجهات المعنية الحكومية والخاصة للمساهمة في التعليم الإلكتروني. وبالتالي فلا بد من تضافر كافة الجهود لضمان جودة التعليم الإلكتروني في وطننا العربي مع ضرورة إشاعة ثقافة التعليم الإلكتروني بين أوساط الطلبة وفئات المجتمع الأخرى من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات. لن أطيل عليكم في كلمتي هذه، فأنتم أصحاب الخبرة في هذا المجال وأنتم خير من سيثري أعمال هذا المؤتمر بحواراتكم ومناقشاتكم التي سيكون لها الأثر الإيجابي في الدفع عملية التعليم والتعلم الإلكتروني في الوطن العربي. واسمحوا لي في ختام كلمتي أن أعرف عن عميق شكري وتقديري لجمعية التنمية التكنولوجية والبشرية على حسن التنظيم لهذا المؤتمر، كما أود أن أشيد بالدور الفاعل الذي
تطلع به الجمعية وبالجهود الملموسة في مجال التعليم والتعلم الإلكتروني. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا ويسدد على طريق الحق خطانا لما فيه خير ومستقبل أمتنا العربية.